اهلا وسهلا بكم في دي جي كلاب، البرنامج اللي يحكي على اخبار التكنولوجيا في تونس والعالم من موقع تي اش دي بوان تي ان. اليوم ضيف نتاعنا اللي عام ملي جا دي جي كلاب، اي دونك كانت فرصه باش انه يرجع ويعطينا سي با لو بلون مي بلوتو لو بيلان. ساعه اول حاجه في مده عام اش صار ملي جا هو الدي جي كلاب. وضيف نتاعنا هو اكثر واحد اللي ليل مع نهار وهو يصيح ويعيط في التلفاز في الراديوات على الانترنت في اي سيمينار يمشي له، يا ولادي راه فما حاجه اسمها معطيات شخصيه ما تلعبوش بها. معنا سي شوقي قداس، بريزيدون لانستانس ناسيونال دو لا بروتيكسيون دي دوني بيرسونيل، اسمه طويل نعرف اما باش نوليو نستعملو الاسم اي ان بي دي بي. سي شوقي قداس اهلا وسهلا بك. اهلا مرحبا. دونك سي شوقي، نحن كان جبناك اليوم جوستومون، دونك صافي اون اني ملي جيت الدي جي كلوب، اي دونك حبينا نعرفوا شنيا الجديد اللي صار في مده هالعام هذايا. بيان ايفيدامون باش نحكيو على شنو اللي مازال يلزمو يتعمل، خاصه انه فما ان ديدلاين بدا يقرب وختير برشا اللي هو ماي 2018. علاش ماي 2018 دات اختيرا برشا اي لو توانسا الكل اون جينيرال، مي خاصه الشركات التونسيه. هذا باش نتفسر هنا من بعد ان بو بلو تار في ليميسيون. لكن سي شوقي زاده كان جبناك على خاطر جيجي اللي عندها لا روبريك تكنولوجيا لا حاج، عملت اون روبريك وهي اول مره في الروبريك نتاعها تخرج من كيفاش نقول فيها، ما كانتش معناها تفدلك، كانت متنرفزه على الاخر. والروبريك هذايا ابروبو دي دوني بريفي دايور، جيجي هي لا رياليزاتريس نتاعنا اليوم. اسلام جيجي. دونك جيجي عملت هالروبريك هذايا، قلنا زاد خلينا نجيبو سي شوقي قداس توا شحوال لو تريتمون دي دوني بيرسونيل. اسكو توانسا يل رياليز اكثر بعد عام كومونيكاسيون؟ لا توانسا سي سور فما تحول، ما فيش حتى كلام. واحد كيبدا ديما يفو بريشي يلون غيستغا كيك شوز، جو با دير بلاجي ولا نو، مي قد ما تتكلم قد ما الناس تقعد في مخهم كيلك بار كاشي دون لوغ تيت دون لوغ جو ديري با سوبكونسيون، مي ان توكا سا دوفيان كيك شوز دو فاميليي يعرفوها. يفو با اوبليي لي عامين التالي توانسا ما تعرفش معناها معطيات شخصيه، تسال عبد في الشارع في قاعده في انتركم ساعه تسالو يقولك شنو هذه معطيات شخصيه كيف دير. اليوم كوام الناس ولات تعرف، ولات وقت اللي يسمعوا اون نوفيل ولا حاجه تتكلم على الحاجه على الحكايه هذه يا ان انتيغي سا جو لو سون بيان بيان سور يا انكور افير سي سور اي سيرتا. لكن اللي تبدل حقيقه فيما يخص المعطيات الشخصيه هو انه المسؤولين على المعالجه دونك لي بيرسون كي تريت سي دوني لا ولاو بوكو بلو كونسيون دي ريسبونسابيليتي اللي على 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 كتافهم concernant la protection des données. Et ça, c'est très, très bien. On voit, bon, les banques, c'est un acquis depuis longtemps. Mais on en voit les assurances, on voit les médecins, on voit les centres de recherche dans le domaine médical, on voit les départements ministériels. واللي صار في هالسنة الأخيرة هذه هو أكثر مسؤولية ومعرفة بالإشكالية هذه متاع حماية المعطيات الشخصية من طرف اللي قاعدين يعالجوا فيها، اللي قاعدين يخدموا على المعطيات الشخصية أكثر من المواطن. المواطن مازال التونسي مازال مستهتر شوية بمعطياته الشخصية. لكن فما تونسي، أغلبية التونسي ولي كونكتي توا 6 ملايين سمارتفونات تقريبا يقابلهم 6 ملايين دي كونت فيسبوك، هذوما دابخي لي شيف اللي وزيرة السياحة في ستارت اب ستوري عطاتهم، دونك لي شيف في سيتا فيسبوك. لكن فما تونسي كما قلت تاع القهاوي، اسكو التونسي اللي على الانترنت عنده نفس الوعي ولا أتعس؟ لا هو الوعي يعمره مجتمع نورمالمون بطريقه متوازيه ببري خاطر سي موفمون كي سكري اوتوماتيكمون. نحن عندنا الحلقه اللي مش موجوده هي ليدوكاسيون، نحن في التربيه ما عندنا حتى شيء واتو لي نيفو او تخوا نيفو، لا في البريمير لا في السكوندير لا في السوبيريور. حتى حد ما قاعد يجي حتى خمسة دقائق في التعليم نتاعو نحب ولا نكره راهو العائله ضيعت شويه سا كاباسيتي دو ديتر ان ميليو ديدوكاسيون. الوالدين ما عادش عندهم وقت والتلفزه هلكت الدنيا وليزورديناتور ولي بورتابل شتوا العائله شويه، دونك رجعت مسؤوليه اكبر على كاهل المدرس المعلم كيما قول انا بلغتي بتاع الفدلكه المدب.
قاعدة عملية متاع مدبية، مسؤولية مدبية من البريمير وانت ماشي حتى للسوبريور. il faut agir à ce niveau là. راهو يا با دو سوليوشن. كان ما دخلتش في البرامج متاع التعليم المسألة هذه، مانيش نجمو نمنعو لي جينيراسيون ا فينير. سي سيغ سيغتا نجمو نقولو اللي توا ما بين الاحمر لورانجي والفير، نحنا وين؟ Bon, disons qu'on est à l'orangé. On était dans le rouge il y a quelques temps, il y a un peu plus de deux ans. Quand tu te tasses, l'humour bchoya bchoya, allez, lien ou qui m'a dit, ou l'être masala marouf, et c'est très très important. N'oubliez pas le résultat du sondage d'opinion d'avril, mars, avril 2016. Catastrophique. معناها فوق 90% من التوانسه ما يعرفوش حتى اش معناها المعطيات الشخصيه. اون فا لو ريفير باش يكون في علمك ان شاء الله. دون ان موا اون اورا لي ريزولتا دو نوفو سونداج كي فا اتر بيان سور après une année, pas avec les mêmes questions, mais une partie menu, assez importante va être la société qui va faire le sondage d'opinion va essayer de voir l'évolution. شنو التطور اللي حصل في مخ التوانسه مدة العام هذا؟ حس ولا ما حسوش؟ حسوا صراحة مسؤولين أكثر ولا لا؟ je présume qu'il y aura un changement quantifiable qui va être mis. Bon, je reste optimiste, on verra quand il y aura les résultats de le sondage, on verra. Mais je pense qu'il y a des changements qui se font. باش نعاود نرجع للحكاية الأخرى ونقولها زاد راهو ماهيش فقط مسألة مسؤولية، أنهم المسؤولين على المعالجة قاعدين يحترموا راهو. C'est une pression internationale. على خاطر مسؤول على معالجة إنسان يعمل في الكوميرس، إنسان يعمل في الاندستري، إنسان يستعمل في المعطيات الشخصية متاع الناس، عادة عنده علاقات دولية مع شركات أخرى، سواء une maison mère، سواء une filiale، سواء un partenaire، etc. توا وشكون نحن التعامل متاعنا الأكثر هو مع أوروبا، 80% à peu près de nos rapports économiques مع الأوروب. الأوروبا وين ما عادش يفلتكوا توا راهو. توا ولاو يجيونا ناس يقولوا لنا راهو on va faire telle ou telle chose avec notre partenaire. Et notre partenaire nous dit, اسمع سوي وضعيتك في حكايه البروتكسيون دوني مع البروتكتور نتاعكم في البلاد من بعد اجي نحكيو. اي سا ما جو فول دي سا قلت هكا كرومون، مي جو فوز اسور دي بانك دي اسورانس مش معناها سا سي ان موفمون كي اي ايريفيرسيبل. هذوما بالزم خاطر ملزومين، سي لو غانيو با باش بور سو سوميتر، لكن il font de plus en plus attention sur ces trucs là. Maintenant il y a autre chose aussi que sur laquelle les واحد كمان لازم يبرزها هو انه العداله تحركت شويه. Donc les dossiers qu'on a envoyés à la justice bougent maintenant. Bougent aussi en général. Oh, on a envoyé plus de 70 dossiers. On a commencé mars avril 2016. انت مره جبت على واحد في 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 مصحه وقال كش كيبي مهم برشا هذوما مشاو توا المساحة توا هذوك من 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 جوان 2016 مشاو للوكيل الجمهورية نستناو فهم توا يا با دو روتور اللي فهم الكلينيك يا با دو روتور جوسكا مانتنون. مي سور دي كا بونكتويل بيان في كبدا دوسي عادة تعرف نحن الهيئة عندنا إلزام قانوني وقت اللي نعاينوا خرق لحماية المعطيات الشخصية نحن الفصل 77 نتاع القانون تاعنا يقول تعلم وكيل الجمهورية اون اون اوبليغاسيون ليغال. دونك علمنا وكيل الجمهوريه في بعض الحالات اللي شفناهم اللي اون ليزا كونسيديري كوم خطيره جدا كيما هذايا واحد على الملا وعلى باج نتاعو حاط نبيع في باز دو دوني نتاع الناس ونمر تليفونهم باش نقعد نغزر له انا. دونك علمنا السيد وكيل الجمهوريه الحكايه هذه توا بون وكيل الجمهوريه باش ياخذ لي ميزور كي سامبوز مي ان توكا سي اون بون فوا. اون ا دوتر كيستيون اللي مشاو وكيل الجمهوريه نتاع الكيف ونشكروا زاد كيف لانه على عكس عديد الوكالة الجمهوريه الاخرين فهم بالكدا القانون وعرف انه كان نبعث لك بصفتي هيكل تقني نقول لك راهو يظهر لي في الوضعيه هذه فما خرق لقواعد معطيات الشخصيه حمايه معطيات الشخصيه وراهو القانون هذا فيه 12 فصل من طبيعه جزائيه نتاعو هو. دونك شوف شنو باش تعمل. اما وكيل الجمهورية هذايا ما خذاش حتى جمعه ما با جمعه واحل الملف الى المحاكمه مش البحث وفريمون نحبوا لنهار من نهارات وكلاء الجمهوريه الكل يقوموا بنفس العمل على خاطر راهو ما نجموش نرتقيوا بمستوى الحمايه نتاع المعطيات الشخصيه كان ما نعاقبوش 4-5-10 مؤسسات في تونس. نحن توكا مازلنا باش نرجعوا باش تفسر لنا علاش قلت اللي هذايا علاش الشركات والبنوك هما ولاو هما يجريو للهيئه باش يمشي يعمل ريغولاريز دونك لور سيتواسيون على خاطر كيما قلت فما علاقه بتايمينغ اللي هو ماي 2018 باش تحكينا عليهم بعد تفسرنا شنو هي الحكايه. لكن
زاد باش تحكينا تعطينا لو بيلون بعد عام بالضبط وين وصلنا شنو اللي تعمل شنو مازال ما تعملش لكن هذا كله بعد بنعمل تيت بوز ونرجع tout de suite. مازلتوا معنا في دي جي كلوب والضيف نتاعنا هو سي شوقي قداس بريزيدون دو لي ان بي دي بي دونك الحماية المعطيات الشخصية والحلقة نتاع اليوم خاصة الحماية المعطيات الشخصية بعد عام اللي جانا سي شوقي في دي جي كلوب شنو اللي صار وشنو اللي ما صارش دونك شاتينا ان بتي بيلون لكن قبل هذايا سي شوقي نعرف فما بوليميك كبيرة برشا توا في تونس عند جماعة التكنولوجيا عند بعض الشركات اللي هي المشكلة ذي اسمها أوفي شو علاش نقول مشكلة على خاطر جبنا ديجا سيزياد صغاري عملنا مع حلقة pour expliquer c'est quoi la raison اللي خلته هو مشى يقدم شكاية بوفياش عند الناس الكل ومنهم عند الهيئة الوطنية المعطيات الشخصية وربحها دونك القضية ومن غادي enfin معناها il a eu raison خذ la décision من عندك انت باش يمشي بها القضاء و البروسيدور مازالت متواصله ولكن وماشي البوليميك تكبر ولا برشا ما عادش نجم يكسديو لي دوني نتاعهم هما لا اوتلاين ابارامون مش قاعده تجاوب وفما شكون اللي يقول لك هذايا على خاطر تونس هي تحب تكسر أوفياش حبوا نرجعوا كما كنا قبل اللي كل شيء في تونس باش ينجموا يعملوا رقابة أنا هذي نحب نسمع رأي الهيئة عليها نعرف أن الريبونس ولكن كمان فما تساؤلات وعندهم الحق الناس باش تخاف اسكو فما فولونتي باش نحاولوا نرجعوا اللي دوني كلهم في تونس باش نجموا نعملوا رقابة اللي كما ليبوك تعمر 404 لا 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 أظن من خلينا نفسره إيسي دتر ديداكتيك كمان إكسبليكي بتي تبتي الإشكالية هذه اللي طرحت متاع أوفياش وانا نحبش نشهر برشا بالاسم باسكو سي كون لو فيو با سي اون انسيني انترناسيونال افيك اون غراند رينومي اون غراند ريبوتاسيون لكن كونت اون في اون ايرور اون برون سي ريسبونسابيلتي اوكا او تفاست تحكي كو سوا او في اش او الا نيمبورت كيل سوسيتي دو كلاود هذه الاشكاليه هي اشكاليه الكلاود فانت كونت انت تعطي معطياتك باش تتخزن في بقعه هالكلمة هذه اللي معروفة في التكنولوجيا متاع الكلاود دونك السحابي ولا كيف يسميوه هما بالعربية شنو هو فانت كونت يعني انه هما سون دي زونتربريز اللي باش يخصوا اماكن يخزنوا فيها معطيات تاع اشخاص بيان سور اون كونتر بارتي دون ريمونيراسيون سا تومب سو السانس الاشكالية فين الاشكالية انه وقت اللي تخزن في الكلاود ما تعرفش عليها الكلاود وينو لوكاليزاسيون نتاعو ماتيريال فيزيك خاطر انا النجم كان شركه نخزن في المعطيات بتاعي في تونس ولقيت من بعد مكان اخر يسمح لي باش نخزن باكثر بتاتر امان وباقل اسوام وب دي غارانتي اكثر دو سيكوريتي دو اتسيتيرا نجم نمشي له المكان هذا وهذا لافنير راهو نتاع لو تريتمون دي دوني في العالم لي دوني حوسوا من بقعه لبقعه كيما السحاب اليوم على تونس غدو على فرنسا بعد غدو في روسيا تكون صحابة هي بيدها تمشي من بقعة لبقعة دونك هذا مش إشكالية الكلاود ألوغ الكلاود إتان ستوكاج إدونك إتان تريتمون دو دوني هو معالجة متاع معطيات شخصية في القانون متاعنا نحن الناسيونال شي يقولك لا يمكن أن يعالج المعطيات الشخصية إلا إنسان أو شركة على رأسها تونسي هذه OVH كيفها دخلت لتونس خذت باتين عملت اون فيليال إيسي عطتها الاسم بتاعها جو بانس اي تخت لكن الفيليال على راسها فرنساوي ومولا الشركه الاصلاني في فرنسا لاخشي ملياردير فرنساوي كيفاش اليوم نجم في تونس يتحصل على المعطيات بتاع الكليونات بتاعه هذا ساعه بروميرون مخالفه للقانون بتاع 2004 ما عندوش الحق كان جاي عمل مطلب في المعالجه قدمنا نحن ولا تصريح رانا نقول له ما نتجمش القانون نتاعنا إلاس جوسكا وجوردو يقول لك لسكون تونسي الحاجة الثانية وقت اللي انت تاخذ معطيات بتاع أشخاص نجي انت من عند نقول لك اعطيني معطياتك باش نخزنهم لك وتنجم تدخل لهم وقت اللي تحب لازم تقول لي فين باش تحطهم في تونس ولا البر هو معمر ما قال للكليون نتاعو اي دونك يستوكي لي دوني نتاعهم البرا ما غير ما هما في علمهم وعمره ما خذا كونسونتمون بور سا و او دولا دو سلا وقت اللي انت يا سيدي نحسب خذيت اوتوريزاسيون باش تقوم بالعمليات هذه في تونس باش تخرج معطيات من تونس للخارج لازمك تاخذ اوتوريزاسيون وصلوا قداش من خروقات يجرت بعضهم ما عندوش الحق باش يخدم ما عندوش حق باش يخدم في تونس في تونس خاطر مش في تونس خاطر ما حطش واحد تونسي يرحم يرحم والديك دونك هذه اول غلطه دونك علاش هو يقول لك لازم يكون تونسي على خاطر باش تصير خرق نلقاه تحت يدي تحت العداله توا اليوم ما
مش تحت يد العداله التونسيه. علاش هو وين مول المول نتاع OVH تونس؟ كونيسي لو بروبريتير دو OVH؟ حق عربي ما نعرفش. هو سان فرونسي؟ سي ان ارشي ملياردير فرونسي تري كوني سور لا سين انترناسيونال، اي ني با ان تونيزي. دونك ثانيا دونك هو تو ماهوش في التراب التونسي. لا لا مش في التراب التونسي بيان سور. دونك انت لازم تكون ساعه تونسي وما خديتش وما عندكش شكون. ثانيا انت باش تنجم تاخذ الحق هذا باش تخرج المعطيات بتاع الناس للخارج لازم تعلمهم ما علمهمش وتاخذ الموافقه نتاعهم ما خذاهاش. دونك اون فيت وقت انا نمشي على باش جو باس كوموند على السيت تاع او في اش يعطيك اسباس دو ستوك يعطيني على الاقل اون كاز نتاع راك انت باش تحط فو دوني فون تيت ستوكي ان فرانس ان المانيا ما ندير شنو ايتترا كونسونتي ا سا انا نكوشيها يولي ساعتها امور قانون وهو ذاك ما عملهاش. دونك الغلطه الثانيه فماش. ثالثا هو باش ينجم يخرج المعطيات بتاع الناس لبرا لازم يجي من الهيئه ياخذ يعمل تصريح في المعالجه بيان سور، وثانيا ياخذ اوتوريزاسيون خاطر تخريج المعطيات للخارج اي سوميز اوتوريزاسيون ترانسفير دو دوني ا ليترانجي اي لا جامي في. دونك تخوا فيولاسيون سي بور سا. وقت اللي جا التونسي شكا قال هو راهو سيد لا كونكورونس دي لويال وهذا هو كيف يطيح في الاسوام ونحن ما نجموش نخدموا ايتترا، نحن هذوما اعتبارات اخرى ما ندخلوش فيهم. لكن مش تابعه الهيئه تابعه حاجه اخرى بيان سور. هذا لوتيكات تمشي تدبر راسها ولا وزاره التكنولوجيا ولا انتري كوم سا. نحن اللي كان يهمنا هو حمايه المعطيات الشخصيه. هو خرق على ثلاثه مستويات تاع حمايه المعطيات الشخصيه. اون افي باسي لا ديسيجن بار لو كونسي دي لانستانس باسكو مش الرئيس اللي اخذ القرار، وتم ارسال احاله هذا الملف الى وكيل الجمهوريه. اللي صار هو انه سيد وكيل الجمهوريه بيان سور في اللول بالكل لا با كومبري لا كيستيون، دونك عاود رجع لنا الدوسي طالب فيه بعض معطيات اخرى. فسرنا له اللي نحنا ماناش شاكين، اللي نحنا ماناش شهود، اللي نحنا ماناش متضررين، لانه الهيئه كهيئه نحنا تو سامبلومون عندنا فصل 77 يقول كل من عاينوا خرق نعلم وكيل الجمهوريه. علمنا وكيل الجمهوريه ومن بعد هو يعمل اللي يحب، يسكر الدوسي يعديه للبحث يعديه للمحاكمه. اي سي سكي لا في هو بريميرمون قال مش مختص لانه بعثناه لوكيل الجمهوريه نتاع تونس ولو سياج دو لا فيليال تي في اريانا. دونك تبعث الى وكيل الجمهوريه نتاع اريانا وكيل الجمهوريه نتاع اريانا احالها الى الشرطه للبحث. عيطوا للشاكي جاوا يعيطوا للمشتكى به ما فماش بحث ما عندوش ما لكلف محامي لحد شيء. بون هذوما معلوماتي الاخرانيه ما نجمش نتابع الفيديو. خاطر نحن وقت اتصلنا ب OVH ميزي بعد الحلقه نتاع السي زياد صغاري اتصلنا بهم خاطر قلنا لهم عندكم حق الرد كان تحبوا انتم تجاوبوا. يا روكي لايت بعثوا يا يو دي زيشونج تاع ميل وحطونا ان كونتاكت مع لافوكا، عطونا النيميرو نتاعو عطونا الميل نتاعو. اتصلتوا به اس ام اس تليفونات ميلوات حتى اجابه وعاود بعث ساعتها OVH قلت لهم هاوما لي كابتشور ديكران تاع راني حاولت راهو ما جاوبش ما رجعوش. بيرسون نو ريبون اي سي توت افي نورمال باسكو يعرفوا اللي هما فوتيف 100% فهموا الغلطه هما اون فان كونت. عذر انسان يربح في الفلوس وقت اللي يبدا يربح في الفلوس ويحب يخبيهم الى وجه بارادي فيسكال فاهمين ولا هي لي دون لو موند دي بارادي فيسكو. وقت اللي يحب هو يربح اكثر فلوس من غير ما ياخذ لي زوبليغاسيون اللي موجودين في بلدانهم هما الى وجود دي بارادي او اون ابليك با لي ميم نورم بور افوار موان دو كو. هذيك هي الحكايه، هي هو يحب يربح اكثر ممكن فلوس. دونك شو يلقى هو؟ لا تونيزيا تا بارادي. بوركوا؟ باسكو عندها قانون مدستر الحمايه، عندها دستور مدستر، عندها قانون من 2004، عندها هيئه تخدم عندها 9 سنين، لكن عمره ما تحاكم حتى حد لخرق القانون حمايه المعطيات الشخصيه. دونك يقول لك هذا سي تان بارادي جو في يالي جو ني اوكين اوبليغاسيون توكل على الله نربح الفلوس. ما حاولوش انهم يعملوا ريغولاريزاسيون دو لا سيتياسيون تاعهم. شنو هي ريغولاريزاسيون؟ حاولوا بيان سور، عطاو دوسي دوموند دوتوريزاسيون للهيئه بعد ما صارت شكاية. مي نو اون ستاتيو بلو سور سيت دوموند دوتوريزاسيون على خاطر سون فوتيف. حتى القضاء يقول اللي باش يقولوا وقت اللي يقول القضاء برا يا سيدي انا عطيت اوتوريزاسيون اليوم البيريود اللي بدا يخدم فيها هو حتى البيريود اللي عطيتو فيها انا اوتوريزاسيون فماش اي با جو با لو كوفرير سا با لي ريغولاريزي. دونك دون تو لي كا خلي القضاء ياخذ هكا معناتها الواحد بتاعه. اون بليس انا اللي سمعته اليوم هو انه السيد ولا سوسيتي جو فدير اغيتي توت تو ليان بيرميتون لي كليون تاعو داكسيدي ا لور دوني كي زون ستوكي شيزو كوم فيقلي فما غلطه واللي الحكايه فاحت واللي وصلت العداله. دونك il a préféré arrêter les frais et ne pas donner les preuves en tout cas que ces données là étaient à l'étranger. لكن كان مثلا تصير مفاهمه مع OVH مثلا تخلص خطيه ما نعرفش هذا بعيد على الهيئه ما فماش مفاهمه ممكن خاطر هذا سي دي تروك دو البوبليك راه سي اون فيولاسيون فيها دي بين بينال فما حتى مفاهمه. ما عندناش لا نيغوسياسيون في تونس
مانيش امريكان. انت عملت خطا، فما ان ارتيكل خطر هذا اللي نفسر فيه ديما للقضاة ولوكلاء الجمهوريه، نحن عندنا قانون اساسي اقوى من القانون من المجله نتاع المجله الجزائيه. المجله الجزائيه استنكد سيت لوا اوردينير، نحن سيت لوا اورجانيك. حتى حد اي كومبري القاضي من نجم تفسر للجماعه اللي يسمعوا فينا، خاطر هي فما ديفيرونت كلاس، فما انواع نتاع قوانين، فما قوانين دستور اقوى، فما اللوا يونيفرسال هذيك اقوى. لا خلينا هذاك، نحن تو نحن عندنا الدستور، بعد الدستور يجيو المعاهدات اللي صوتنا عليها كيما الكونفنسيون 108 اون بارلوغا، اللي هي تكون اقوى من القوانين التونسيه. ومن بعد في القوانين اقل شويه من الدستور ولكن اقوى من اقل من الدستور ولكن اكثر من عندها اكثر قيمه من القوانين. ومن بعد يجينا القوانين زوز اصناف. عن القانون الاساسي اللي هو عنده مرتبه عليا لانه يطبق في القواعد اللي موجوده في الدستور ديريكتومون، هذاك اللي جاتهم الوحده نتاعهم، ولا فيها حكايه نتاع حريات مثلا ولا حقوق الاشخاص الانسان. ومن بعد فما القوانين العاديه، المجله الجزائيه ولا مجله المرافعات الجزائيه اتسيتيرا قانون عادي. القانون نتاع 2004 قانون اساسي، دونك يفوت في القيمه القانون الجزائي، دونك يطبق قبل كل شيء. كيستيون بينال بالنوع هذا حتى القاضي ما ينجمش يتعدى عليه. كان يبدا الناس مليح مع اللي قدامه ينجم يعطيه على الاقل عام سرسي حبس، لكن ما ينجمش يقول له لا بسلامه ما عندك حتى شيء مانيش مطبق القانون. باهي خاطر OVH عملت كومينيكي مولا OVH ان توكا على لي ريزو سوسيو قاعد يقول اللي فما كابال كونتر. لا لا سي با اون كابال، مو جيني اون كابال كونتر بيرسون. اي جو سي دونك انا نحب نجيب المستثمرين لجانب التونس هما هكاك دونك ما عندي حتى اشكال. دونك اذا اللي تو انت وضحت الحكايه بالضبط على حكايه OVH OVH ودونك الهيئه ما حاولتش انها باش تسانسر OVH ولا تسكر OVH. هي ترانسمي لي دوسيي تو سامبلومون، طبقت القانون هذا توفير العداله. عملت ثلاثه اغلاط معناها كان صلحتهم وحده وحدهم ما تنجمش تصلحهم. توا فات في الفات الفوت، ولكن هي يمكن ثلاثه غلطات خفاف. لا هذا مش هذا اللي يقهرني انا، راهو اللي يقهر هو انه OVH اون ناسيوناليتي كي لا فرانس. فرنسا هي الدولة الأولى في العالم اللي كان عندها قانون حامي للمعطيات الشخصية، وهي اللي ركزت القواعد تحمية المعطيات الشخصية. معناها في بلادك تطبق في القواعد ولهنا جاي تفلح بغير ما تطبق القواعد كسبتي. أنا جاي ودي رمارك متاع دي زامي فرنساوي اللي يعرفوا شو معناتها OVH، وقالوا لي شنية هالحكاية هذية. كفسرت لهم قلت لهم يا اون لوا تونيزيان كيل فو ابليكي، قالوا لي ابون فو زافي اون لوا ابون اي بيان سور. تحب نقول لك أكثر من هكا؟ لا لا بريزيدونت متاع الكنيل كي لانستان كيما لي ان بي دي في فرنسا اللي هي اول هيئه تاع حمايه المعطيات الشخصيه في العالم، في سبتمبر وقت اللي كانت لهنا، وقت اللي سمعت ناس يحكيوا على ان تونس دسترت في 2002 حمايه المعطيات الشخصيه، دارت لي قالت لي دوبي 2002 شوقي بهتت. هي عندها خمس سنين وهي تحارب باش تدخل حمايه المعطيات الشخصيه في الدستور في فرنسا، نحن دخلناها من 2002 في الدستور، في الدستور نتاع 59 نتاع 59 بيان سور. في الدستور الحالي موجود بيان سور، احنا الفصل 24 عمم اكثر ووسع اكثر، قال فما حمايه، اما قال في الاول بالكل الدوله تحمي الحياه الخاصه ومنها المعطيات الشخصيه. تري تري بيان. ان توكا سي شوخ انت مازلت معنا باش نحكيو توا، يظهر لي توا سكرنا البوليميك نتاع OVH. الهيئه ماهيش تحاول انها باش تسكر OVH ولا باش تضرب OVH ولا باش ترجع عمر 404 سي لوان دو لا. جو بونس الحكايه توا واضحه. نحن باش نرجعوا بعد البوز باش تحكينا توا دونك هالبيلون، لو فامو بيلون في عام، شنو اللي تعمل وشنو اللي مازال ما تعملش، خاصه اللي مي 2018 بدا يقرب برشا. نعملوا تيت بوز وين هوفيا توت سويت. رجعنا معكم في دي جي كلوب ومعنا سي شوقي قداس بريزيدون دو لي ان بي دي بي، دونك الهيئه لحمايه المعطيات الشخصيه. دونك حكينا على لا غون بوليميك تاع OVH، حكينا على القوانين اللي في تونس، ودونك حكايه حمايه المعطيات الشخصيه ديجا في الدستور القديم تاع 59 دونك اتي مي من 2002 وكاريمون في الدستور جديد زاد موجود. دونك سي سكي في كو قانون الهيئه هو قانون اساسي. اي جوستومون سي شوقي، اخر مره وتجيتنا في دي جي كلوب قلت اللي فما هالقانون هذا لازم يتبدل. علاش؟ على خاطر كان نحبوا نقعدوا نتعاملوا مع الاوروب لازم هالقانون هذا يتبدل. ولكن قبل ما نخرطوا للتبديل في القانون فما حاجه اسمها كونفنسيون 108 اللي مازلت مليهاش برشا، اللي سي بون على ليبوك ساعتها مازلت انت تحارب باش تدخلها وسي بون دخلت. دونك توا هو سي بون سايتي فوتي، تونس ال في بارتي دو لا كونفنسيون 108. اللي يسمعوا فينا تنجم تفسر لهم شنو هي الكونفنسيون 108؟
La convention 108 هي القانون entre guillemets القواعد نتاع حماية المعطيات الشخصية اللي موجودة على المستوى العالمي ومعترف بها كم معيار من المعايير en tout cas. على كل حال فما عندناش نص موجود يطبق في العالم الكل، ما عندناش كونفنسيون انترناسيونال. الكونفنسيون عندنا دو كونفنسيون في فان كونت، عندنا لا كونفنسيون 108 تاع مجلس اوروبا دونك تعني الدول نتاع الفضاء الاوروبي، وعندنا لا كونفنسيون افريكان اللي هي تو مازالت راقده، مازال ما حتى حد ما صوت عليها وحتى حد ما اندمج في وسطها ابار السنغال جو بونس ايتترا. صافي ماتان دو زون كو جو دوموند او غوفرنمون تونيزيان دي اديري دايور يا ريان اي فوتري كون رولانس سولا. دونك هذو هما النصوص اللي موجوده خلى انه لا كونفنسيون 108 هذه اللي هي داير مش كونفنسيون 108 برك، كونفنسيون 108 ومعها كونفنسيون اديسيونيل اللي هي 181. هما هذا اوروبا كانت عندها الذكاء انها قالت مدوب انا حاميه للمعطيات الشخصيه في الفضاء نتاعي على 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 التراب نتاع الدول اللي تابعين للمنظومه هذه الاوروبيه، دونك باش نعمل اون كونفنسيون كي سابليكا الكل. دونك و هذه الانتليجنس اون فاغاردي سيت كونفنسيون اوفيرت. اش معناها معاهده مفتوحه؟ يعني انه اندوبوندامون دو الاعضاء في منظومه الاتحاد الاوروبي الدول اللي برا عندهم الحق باش ينضموا فيها. دونك ال فا دوني اون بريتونسيون يونيفرسيل للكونفنسيون 108. هذاك علاش وقت اللي دخلت انا للهيئه في 5 ماي 2015 كنت فكرتي الاولى هي الانضمام لمعاهده 108. لو 5 ماي اون في لا دوموند. على كل حال سيد وزير العدل في وقتها لو 7 ماي دو جور بعد ما دخلت انا للهيئه عمل المطلب الى زميله في الحكومه اللي هو وزير الشؤون الخارجيه، قال له لازمنا نحن تونس نطلبوا الانضمام الى المعاهده 108. ومشيت لمجلس اوروبا، مجلس اوروبا اعطانا الاجابه في 5 ديسمبر بعد ما عمل بحث حول الاطار القانوني والهيئه ايتترا في تونس، و اون ا يو لا ريبونس بوزيتيف لو 5 ديسمبر 2015. لو 5 ديسمبر 2015 الى حد فيفري 2017 ونحن نتحاربوا مع لي رواج انترن دو ليتا تونيزيان باش عملنا قانون المصادقة على المعاهدة 108 اللي هو فصل واحد، فصل واحد في ورقة أكاتر بركة. تذكر السي شوقي وقت شفتها ساعتها بعث لي قلت لك هذه هي الحكاية كلها اكزاكتومون. اكل فصيل هذاك سيدي لا فالو ان ان ادمي بور كو الإدارة تقوم بها العملية هذه ويمشي. ونقولها ونعاودها ويعطي الصحة السيد رئيس الحكومة، أنا نقولها كما جاش يوسف الشهاد ما تعديش، لأنه فهم شنو هي الحكاية وهو اللي صار على أنه المشروع هذا يتعدى أمام مجلس النواب الشعب لو بلو رابيدمون بوسيبل إي أون أوبتونو لا لوا دو راتيفيكاسيون دو لا كونفونسيون 108. بعد ذلك قعدنا نجريو باش القانون هذايا يسوا ديبوزي لي نسميهم لي انسترومون دو راتيفيكاسيون دونك لي دوكيومون اوفيسييل يتصبوا في مجلس اوروبا في ستراسبورغ. اخذ اتي فوتي في مجلس النواب في ظرف الصيف لا 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 فيفري مارس جو كرا والله جو بلي اكزاكتومون لا دات توا اللي قد تلمونت حاجه تعداو مي لي انسترومون دو راتيفيكاسيون نو ايتي ديبوزي كون جويي في مجلس اوروبا. وقت الوقت اللي دارت تقعد باش تعمل حاجات معناها الوغ سي لي اوبيراسيون كي برين 15 جور ماكسيموم une semaine 15 jours على كل حال صبينا في لو 17 جويي كما ني جغالت لي انسترومون دو راتيفيكاسيون شي يصير من بعد دابري لا كونفونسيون 108 تقعد 3 اشهر باش تولي عضو. دونك لو 1 نوفمبر 2017 تونس ولات عضو في مجلس اوروبا في الكونفونسيون 108 تاع مجلس اوروبا. دونك اون اي مانتنان parmi les on est le 51e état membre de la convention 108. شكون اللي سبقنا اللي خاص سبقنا هما جماعه كونسيل دوروب الكل اللي هو بين ايفيدامون تابعين اوروبا تابعين اوروبا اي كومبري تركيا هي الاخرانيه بالكل في تاريخ الانضمامات. وبعد ذلك يا اوروغواي اللي هي انضمت قبل تركيا دايور انت بارونتيز ويا يو بار لا سويت دون لوردر ليل موريس لو سينيغال اكاو. تونس هي الكاتريام ايتا رابع دوله غير اوروبيه اللي تنضم للمعاهده اي ماتنون دون لا ليست داتانتيا دون لوردر تاعهم لو ماروك. مشي في بالي تعرف الماروك اللي انضم؟ لا لا الماروك بدا البروسيدور قبلنا نحن لكن ما انضمش. علاش؟ لانه الى لا لوردر راتيفيكاسيون مي نو با ديبوزي لي انسترومون دو راتيفيكاسيون لتو. هذاك سي اون فولونتي بوليتيك امور داخليه مغربيه. جوستومون توا كونفونسيون 108 تشيك سي بون يقول قايل باش ما نفعتي انا كتونسي ولا كشركة تونسية. هو أنه تونس ولات في الفضاء الأوروبي مستعرف بها كدولة على كل حال كي ستنستالي دون لا بروتيكسيون دو دوني اللي هي كدولة تحمي المعطيات الشخصية على كل حال حتى كان ماهيش تحمي 100% هي عندها نية الحماية
وقاعده تعمل باش الحمايه تو على كل حال. الكونسيل دوروب مانتنون ينجم يجي يقول لنا فين الحمايه وش بيه هنا ما صارش هذا وش بيه هذا ما فما خرق للكونفنسيون 108 ايترا. وهذا اللي باش يجيو تو في الحديث نحن خاطرنا من وقت لي الفكره انا اونكل كوبسورت سي ان تروك براغماتيك باش نقولها مانيش باش نظهر اذكى من الناس الاخرين لكن لو فيت دافوار بوسي بور لا غاتيفيكاسيون دو لا كونفنسيون 108 شي سير انت في القانون نتاعنا الداخلي الدستوري التونسي يقول انه عندما معاهده يتم المصادقه عليها تصبح عندها قيمه اكثر من القوانين الوطنيه الكل. دونك تجي بعد الدستور قد دونك ذكروا ديسكوسيون في الباتي الاخرى نتاع الدستور اقوى من القانون الدولي دونك حتى قانون الهيئه يرحم بوك اللي هو اساسي تغلب الكونفنسيون 108 باسكو جو نبوفي با لو دير او بوليتيك سا مي انا بار براغماتيزم قلت هات نعدي لا غاتيفيكاسيون على كونفنسيون 108 وقت تولي الكونفنسيون 108 راتيفيه وتونس ممبر دو لا كونفنسيون 108 باش نولي نجي نقول ردوا بالكم راهو القانون التونسي ولا يجب ان نعدلوه على ضوء المعاهده 108 لانه ما عادش نجم يكون عندك قانون مخالف للقواعد اللي فيها. مثلا اكتوالمون نحن القانون نتاعنا نتاع 2004 يعفي الوزارات من كل قواعد حمايه المعطيات الشخصيه يعفوهاش ديال الناس هذا غير مقبول في الكونفنسيون 108 وهذه وقت اللي استدعونا هما باش ننضموا قالوا لنا من بين الاشياء فما ستة ولا سبع حاجات قالوا لنا من بينها هذه عدم الهياكل العموميه راهو كل هياكل الخاص. خلينا نسال السؤال هذايا نحن قلنا شنو هي لافونتاج بالنسبه للناس الكل خلينا نبداو بالشركات. الشركات بالكونفنسيون 108 اي شركه كوميرسيال بريفي شنو تجربة تستنفع من الكونفنسيون 108 en terme business elle peut bénéficier aujourd'hui de transfert de données من اوروبا لصالح معناتها تنجم دبل مرشي من الشركه الموجوده خاطر ما عادش فما حتى هيئه في اوروبا تنجم تقولها لا ما فماش ترانسفير بوسيبل دي دوني نتاع الغواص في اوروبا نحو تونس لانه ولات فما لو لابيل كونفنسيون 108 خاطر حتى البارح جو دير افون لو 1 نوفمبر كل شركه تمشي تقوم بتحويل معطيات باش تتعالج في تونس دونو en cas de l'offshoring مثلا حتى سنت دابيل فوال اكزاكتومون سورتو لي سنت دابيل اي بيان مثلا لا كنيل تعاقب على بعض الناس كل تضرب فيهم 30000 يورو دم تقول لهم راهو تونس غير حامي بما فيه الكفايه ما عندكش الحق باش تعملها وكلك لازم تاخذ اوتوريزاسيون اليوم حتى كان باش يطلب اوتوريزاسيون يا اون لا كارت فيزيت كونفنسيون 108 معناها كان جات ما تعملتش الكونفنسيون 108 نقعدوا ديما في السانكسيون وفي با دو ترانسفير فير لا تونيزي مثلا انت شو تقول مثلا تيلي بيرفورمانس دي 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 سنتر دابيل كل دي بي او لي تروك كل توت سي ستركتور كي فون دو 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 تريتمون دي دوني حتى من لوجيسيال يعملك دي لوجيسيال تاع كونتابيليتي pour des comptes des entreprises le barra et waliou les sociétés موجودين برا waliou ضربتين هما يضربوا في 30000 يورو الا ما ينحيوا الكونترات مع تونس وهذاك علاش نحن توا ومني وقت اللي عرفنا اللي شدت نيتها لا كونفنسيون 108 بدينا نخدموا على تعديل القانون باش يكون مطابق للقواعد نتاعو سوف كو ايت اريفي le règlement européen هذا le fameux règlement européen qui entre en application en mai 2018 لانه اوروبا باش تطور في الحمايه نتاعها للمعطيات الشخصيه فا بلو ريستي او نيفو دو لا كونفنسيون 108 اللي هو معناتها قاعده تعاقديه ما بين الدول كونفنسيون وهذا قانون اوروبي ما لقيناش الترجمه نتاعو règlement européen مش قانون لكن وما نجموش نقول قاعده ترتيبيه على كل حال مي dans les structures européennes le règlement européen est un règlement qui s'applique dans tous les états, mais il y a un règlement qui est appliqué.